أهلا بكم شباب وشابات الصف الأول الثانوي، بنكمل مع بعض سلسلة فيديوهات مراجعة القواعد وبنخش في السؤال الأول على طول. بقول فيرجيني أو فيرجين ولولا سوسون دي، فيرجين ولولا بيكونوا إيه؟ بص كده على الاختيارات، المفروض إن فيرجين مؤنث ولولا مؤنث، يبقى المفروض إنك هتختار حاجة مؤنث. هتختار مين؟ هتختار كوبينا يعني رفيقات. السؤال اللي بعده نقط تبريزونت لا مير دو ستيفاني، يعني تقدم والدة ستيفاني. هنا علشان اختار الضمير صح من الاربعة دول لازم اشوف الفعل مصرف مع مين. الفعل هنا اخره حرف اي، يبقى هيبقى مصرف مع ايه؟ مع مين؟ يا اما مع جو يا إما مع إيل وإل. طب تعالى كده نشوف عندي مين فيهم. عندي إل، يبقى إل تبريزونت لا مير دو ستيفاني، يعني هي تعمل إيه بقى؟ تقدم لك، هي تقدم لك إيه؟ والدة ستيفاني. السؤال اللي بعد كده نقط أمي، سوري، نقط ام لا بينتور، ام يحب بينتور الرسم، يبقى انا عايز اقول ايه؟ المفروض اقول من يحب الرسم، من على طول، يبقى هتختار كي الاجابة الرابعة. السؤال اللي بعده مها اي منى نقط دي زامي، يعني عايز اقول لك مها ومنى بيكونوا اصدقاء. مها ومنى يعني هما الاتنين ال افيك اس، يبقى هنختار مين مع ال افيك اس؟ هنختار سون الاجابة التالتة، يبقى مها ومنى بيكونوا صديقات. السؤال التاني كومو سابيل ت نقط، خلي بالك معايا المفروض ان انا اختار واحد من الضمائر اللي قدامك، بس هختار على اي اساس؟ هختار على اساس تصريف الفعل اللي قدامي اللي هو سابيل. ده سابيل كده يا اما يكون جاي مع ال او ال، بص كده مش هتلاقي الاتنين مع بعض ابدا، لازم واحدة منهم بس. هي دي ال، يبقى كومو سابيل تيل يعني ما اسمه هو. السؤال اللي بعده لا كاسكيت دو نوها ايه، لا كاسكيت يعني ايه كاسكيت؟ كاسكيت اللي هي الكاسكيتة، يعني الطاقية اللي هي الكاسكيتة بتاعت نوها بتكون. الكاسكيت هنا زي ما انت شايف مؤنث، فانت بتختار لها صفة مؤنث اللي هي مين يا ترى؟ بص كده على الاختيار الرابع، لا مش هو. طب التالت برضو مذكر، طب التاني برضو مذكر، يبقى ما ينفعش غير سوبر هي اللي تنفع مفرد مذكر او مؤنث او جمع كمان، فهي سوبر هي الإجابة الصحيحة. فالسؤال اللي بعده فيروز اتوا، يعني فيروز يعني فيروز وانت يعني انتوا الاتنين، انتوا يعني فو، وهو فعلا محتاج مننا كلمة فو اهي. السؤال رقم 23 سي نقط ستيلو دو فادي، عايز يقول لك ان ده الستيلو او القلم بتاع فادي. القلم هنا مفرد مذكر فبتختار معاه لو ستيلو. ننتقل لمجموعة اخرى من الاسئلة. السؤال اللي بعد كده tu as dans ta chambre، يعني عايز يقول لك ايه؟ ماذا لديك في غرفتك؟ فين ماذا في ادوات الاستفهام دي؟ ماذا هي الاجابه الاولى؟ que tu as dans ta chambre. اللي بعدها سي نقط كيت دو سامي، كيت يعني شنطه ادوات، وشنطه ادوات دي مفرد مذكر فعلى طول هتختار لو. طيب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعد كده نو صم نقط موا،
يعني ايه؟ احنا بنكون في اي شهر؟ اي شهر هنا يبقى هنختار كل المفرد المذكر. اشمعنى؟ لان كلمة شهر هنا مفرد مذكر، حتى لو هي بتنتهي بحرف اس هي برضو مفرد مذكر. السؤال اللي بعد كده، هالة ايه سوري هالة ايه سي زامي، هالة وصديقتها بيكونوا، خلي بالك هالة مؤنث سي زامي مذكر، يبقى الكل هيكون مذكر، يبقى هتختار جمع مذكر. مين يا ترى هي الإجابة الأولى؟ أردني. السؤال اللي بعده، سين نقط توب دكول، توب دكول يعني أنبوبة سمخ، وهي مذكر فبتختار أن. السؤال اللي بعده، سيسون دي جولي، إنهم حاجات جميلة. إيه كده؟ هدايا جميلة مثلا. تعال نشوف، جولي ايه؟ جولي كادو، هدية مفرد ما ينفعش لان دي صفة جمع. طب كادو، كادوهات، هدايا، ممكن. بس تعال نشوف اللي بعده، دوسيي يعني ملف، بعدها فتر اللي هو قلم، سبورة، برضو دي مفرد ودي مفرد، ما فيش غير كلمة كادو الجمع هي الاجابة الصحيحة اللي تمشي مع كلمة جولي. الاختيار اللي بعد، السؤال اسف اللي بعد كده، النقط ام با لانجلي، يعني هي لا تحب الانجليزي. عندك النفي بيتكون من نو و با، تمام، نو و با، هو جاب لك با يتبقى لك مين؟ نو. بس المرة دي هتكون ان ابوستروف، لان ام بتبدأ بحرف متحرك فهتختار دي. النمبا لونجلي هي ما بتحبش الانجليزي. ننتقل لمجموعة اخرى من الاسئلة. نيجي للسؤال ده، بيقول لك نقط لبخوف دو مون ليسي، يعني الاساتذة بتوع مدرستي، وهو عاوز هنا يختار لهم صفة اشارة معينة او حاجة، وهو عاوز هنا يختار لهم كلمة هؤلاء. يا ترى هؤلاء دي تنفع ايه؟ هل ينفع اقول سي؟ سي محتاجة معاها سون عشان تبقى سي سون، طبعا هي مش موجودة هنا يبقى بلاش منها. امال ينفع اقول ايه؟ اقول فوالا. ايوه صح، هي دي فوالا، يبقى فوالا يعني ها هم، ها هم اساتذة مدرستي. السؤال اللي بعده، رقم 17، دون سا شامبر إيليا نقط بيرو، في غرفتها يوجد، يوجد ايه؟ يوجد مكتب، مكتب مفرد مذكر فهتختار ان. اللي بعده، ست ماكيت ايه؟ الماكيت ده اساسا لازم تعرف ان ماكيت مفرد مؤنث، وبعدين تختار الصفة المفرد المؤنث المناسبة. المفرد المؤنث في الإجابات كلها هو جولي، جولي مفرد مؤنث، يعني هذا الماكيت بيكون جميل. السؤال اللي بعده، نقط سوم رومانتيك، يعني نكون رومانسيين. سوم دي تأتي دائما مع نو، يبقى نو سوم، نحن نكون رومانسيين. السؤال اللي بعده، سي نقط براسلي دي جين، يعني هي دي البراسلي او الحظاظة بتاعت جين. الحظاظة يا شباب مفرد مذكر، الحظاظة يا شباب مفرد مذكر فهتختار معاها ل. طب انت عندك كمان كلمة ان، اشمعنى ما اخترتش ان واخترت ل؟ انا اخترت ل لان انا بعمل تعريف لمين؟ للبراسلي. لما اعرف الشيء استخدم معاه اداة تعريف، ما استخدمش معاه اداة تنكير. انا بعرف ان دي البراسلي بتاعت جين، تمام يا شباب، فلازم اختار ل. إيل نقط اون عرب، يعني هما عايز يقول لك ايه بالعربي،
وهنا الفعل شانتي يعني يغني، بس انا محتاج الفعل المصرف مع ايل افيك اس، دايما بيكون اخره ان تي، فهتختار الاجابه الاخيره شانت، يعني هم يغنون بالعربي. السؤال اللي بعده، جادو لي فيتمون، انا اعشق الملابس. الملابس الايه بقى؟ الملابس هنا جمع مذكر، فاختار صفه جمع مذكر اللي هي مين؟ كولوري، كولوري الملونه. السؤال الاخير، السؤال الاخير بقول سي نقط كاماراد سبورتيف، يعني انه او انها زميله رياضية. عرفت منين انها رياضية؟ ما يمكن تكون رياضي، من عرفت من النهاية بتاعت كلمة سبورتيف اللي هي في او للمؤنث واف لمين؟ للمذكر. طيب طالما هنا كمغد بقت مؤنث خلاص، فاختار معاها اداة تنكير مؤنث وهي كلمة اون، فتبقى على بعض الجملة c'est une camarade sportive، يعني انها ايه؟ زميلة رياضية. نكتفي بكده في الفيديو ده ونكمل في الفيديوهات اللي جاية. تحياتي.